بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الإبسود ده إن شاء الله بإذن الله رح نبدأ الحديث عن الميديا. الميديا بمنتهى البساطة والوضوح الفكرة فيها إن وورد بريس بيحاول يجهز لك مكتبة. المكتبة دي ممكن تحط فيها مجموعة من العناصر. العناصر دي انت بتحتاجها بشكل فريكوينتلي، ربما تكون محتاجها اثناء شغلك، اثناء ما تكتب البوستات. المكان ده هو بيكون الميديا لايبراري، المكتبة بتاعتك. لما بنضغط على ميديا بنلاقي فيها حاجتين اتنين، الحاجة الاولانية لايبراري والحاجة التانية ادنيو. ادنيو دي لو انت عايز تضيف عنصر جديد على مكتبة الميديا، ادنيو اور ادنيو اور منيو، ممكن تضيف ميديا الطرق مختلفة. اما اللايبراري فدي مكتبة الميديا نفسها اللي فيها مجموعة العناصر تبعك. طب الميديا دي ممكن تكون ايه يا جماعة؟ ممكن تكون عناصر مختلفة، ما بين صوت، ما بين صور، ما بين فيديوز وغيرها من النقاط المختلفة. الكلام هيكون عن الشاشة ديت وعن الايديتنج على كل عنصر او على العناصر بتاعة الميديا. طيب الجانب الاولاني والتاني دول خاصين بطرق العرض، يعني انا لو ضغطت على الاولانية هلاقي يعرضها لي بشكل زي مور ديتيلز شوية، الصورة والاسر والابلودد، يعني طبعا هو بوست والكومنتات والتاريخ وغيرها من النقط دي. وطبعا البلك اكشن فيه ديليت بيرمننتلي، او انت عايز تعمل سلكشن وتحذفها بشكل كامل. الجانب الثاني كان خاص بفلترة، بيقول لك انا فلتر لك الايمجز ولا افلتر لك الان اتاتشد. يمكن تكون انت اخدت بالك من كلمة attach وفي كلمة detach هنا، يعني ايه؟ ووردبريس بيحاول يعمل تراكنج على العناصر اللي انت عملت لها انسرتيشن جوه الكونتنت مانجمنت سيستم تبعك. فلو انت كنت رفعت ميديا وما ادرجتهاش في موضوع فهي هتبقى ايه؟ هتبقى ان اتاتشد. يعني انا لو عملت ان اتاتشد مثلا وعملت فلتر، المفروض في نمط انماط الفلتره يجيب لي او بيقول لي نو فايلز. ليه؟ لان كل الصور بتاعتي انا ركبتها جوه بوستات في المحتوى بتاعي، انت فاهمني؟ فدي الفكره. فانا ما عنديش حاجه انا اتاتشد، كلهم تم تركيبهم على بوستات معينه، ما فيش حاجه حره يعني. طيب اوكي خليني ارجع مره تانية للنمط ده وافك الفلتره بتاعتي عشان اعرض كل بقيه الصور اللي عندي. والجانب التاني ده انت ممكن تفلتر بالايمجز والاوديو والفيديو وغيرها طبعا من النقط، ممكن تفلتر بالتاريخ في جانيوري مثلا اور جون وغيرها من النقط دي. طيب انا ما عندي شيء باستثناء اني يعني والله افرض انا اخذت صوره رابنزل دي وكليكيت عليها، هيقول لي بص بقى دي شويه معلومات خاصه بالصوره، ده اليو ار ال تبعها، ده التايتل، ده الكابشن، ده الالترنيتيف تكست، وده الديسكربشن، ومين اللي رفعها وديت ابلودد لمين. وممكن انا اوري لك الاتاتشمنت بيج، وممكن اعمل ايديتنج مور ديتيلز، وممكن اعمل ديليت بيرمننتلي. ومن فوق بتلاقي انك ممكن تروح صوره نيكست وتروح لصوره بريفيوس، وممكن تقفل الوزاره ده خالص. واحده من النقط اللي جدا جميله وقويه انك ممكن تعمل ايديت على الايمج لو ضغطت عليها. ووردبريس بيجهز لك طول جدا جميله علشان تحاول تعمل ايديتنج على الايمج تبعك. واحدة من ضمنهم انك ممكن تعمل لها كروب، ممكن تعمل لها روتيشن افقي او رأسي. حاجة من ضمن الحاجات التانية التول ده الوزارد ده يعني اهو بيقلبها لك رأسي افقي، وده طبعا ممكن يقلبها لك افقي رأسي، وده طبعا بيحاول يرجعها لك لوضعها الاولاني. على ناحيه اليمين بتلاقي فيه السكال ايمج، لو انت كنت انا عندي طبعا الصوره في الدايمنشنز بتاعها ليها ابعاد اشبكتس، انا ممكن اغيره، اغير الابعاد اللي انا عايزها، ممكن اعمل كروب للايمج دي على حسب اشبكت ريشيو معينه. وده التبنيل، يعني انا ممكن اغير في اعدادات التبنيل اول سايزز، اخلي الكلام ديت على ايه بالظبط. وبعد ما بخلص الكلام ده ابتدي اضغط على كلمه سيف، اور عايز اكنسل وابتدي اضغط على كلمه كنسل. الكلام ده هتلاقوه بشكل متفاوت مع الفيديوز، هتلاقوه بشكل مختلف مع الاوديو، يعني كل عنصر من عناصر الميديا بتلاقي ليه الكنترول الخاص بيه. ده بالنسبه للميديا لايبراري. طب نوت ريكومندد انك تحاول ترفع هنا فيديوز، اور مثلا انك تحاول ترفع هنا ساوندز، لان في الغالب ووردبريس كومباتبل مع سيرفرز الساوندز وسيرفرز الفيديوز. يعني مثلا جاست انت عايز مثلا تدرج يوتيوب فيديو، كوبي اليو ار ال بتاع اليوتيوب وحطه جوه الاديتور بوكس، هتلاقي اليوتيوب فيديو ظهر معاك. مثلا انت عايز تدرج مقطع صوت على ووردبريس، وان يكن الموضوع سهل جدا وبسيط ومش مستاهل اي شيء،
كوبي اليو ار ال بتاعه احطه جوه وورد بريس، هتلاقي ان المقطع الصوت ده تم ادراجه. فهنا خلي مكتبه اللايبراري ديت للصور، حتى الصور نفسها انت ممكن تدرجها بنسخ الروابط. الموضوع بيجي سهل جدا. يعني الشاهد في مكتبه الصور دي، في المكتبه ديت يا جماعه، انت بتحاول تحط فيها الحاجات اللي انت محتاجها بشكل فريكوانتلي، يعني تحتاجها بشكل كتير، فخليها قريبه منك. فهنحاول نجهزها هنا، هنحاول نجرب كده. لو انا كنت مثلا هعرض كل البوستس تبعي، وهنحاول مثلا يعني نفتح يوتيوب علشان ناخد فيديو معين، مثلا الفليبد ليرنينج، او مثلا خلينا نقول المشاعر الابداعيه ده كرييتيف كومنز. البوست ده انا هحاول اعمل له اديتنج، هحاول اعدله، هاخده كوبي واروح على وورد بريس، اسف اروح على يوتيوب، وهنحاول نجيب مثلا نص للكونتنت ده. ماشي اوكي، انا هاخده، في مشكلة في السيرفر، خلينا نعمل ريلود. انا بحاول هطبق مهارة من ضمن المهارات الخاصة باني ازاي اعمل انسرتيشن ليوتيوب فيديو جوه البوست تبعي او جوه البيج تبعي. نفس السيناريو هنحاول نعمله مثلا مع على مقطع صوت عن ساوند كلاود كسيرفر من ضمن السيرفرز اللي ممكن يعني تشيل صوت، او حاجات المشهور اللي السيرفرز المشهورة انها من الحاجات اللي بتخدم على مسألة الصوت وكده. تمام، انا رجعت اخد الفيديو ده مثلا بكوبي، ريلود للصفحة. يبدو ان انا عندي مشكلة معينة في الكونكشن بالانترنت، ربما انا انزل تحت كده واعمل انتر واروح اعمل بيست. بمجرد من يعمل بيست هلاقي ان الفيديو بتاعي تم ادراجه. يعني الموضوع سهل جدا بسيط، كل اللي انا عملته اني انا اخدت من البتاعة ديت كوبي لينك ادرس، لو كنت موجود على اي براوزر تبعك، وهتلاقي ان القصة تمام. ده بالنسبة لي. لو انت كنت عايز تدرج يوتيوب فيديو، انت كده كده كونكشن بالانترنت ما فيها اي مشكلة. لو انا مثلا غيرت الفكرة، حاولت اروح على ساوند كلاود، ساوند كلاود واحد من ضمن المواقع المشهورة جدا ب الساوند سيرفرز، انها فيها يعني فيها من ضمن الحاجات اللي بترفع عليها مقاطع صوت. فانت ممكن الفيديوز تبعك ترفعها على الشانل تبع اليوتيوب تبعك، وتاخد لينكات وتحطها هنا، وتقدر طبعا بسياسات الخصوصية انك تعمل كنترول عليها في السيرفر في يوتيوب وغيرها من اللغات المختلفة. ولنفرض مثلا انا مش راح نروح، يعني نروح اماكن مختلفة، خلينا نروح برضو على ال انا اسف خلينا نجيب برضو نفس الفكرة بتاعت الكرياتيف كومونز مثلا، كنترول سي، وهنسيرش الارتكل على مثلا انا لقيت، خليني بلاش، انا عايز تراك، عايز تراكات مثلا مقطع زي المقاطع ديت. انا هكليك عليه وهلاقي اني ادي مثلا العنوان تبعه، وانا ممكن اخده بكوبي واروح على الكونتنت مانجمنت سيستم تبعي على البوكس ده، وابتدي اعمل بيست. فهلاقي اني نفس التريتمنت، نفس المعاملة اللي عملها في يوتيوب هيعملها لي في ساوند كلاود، مع التحفظ لشوية امور مختلفة. خليني اعمل ابديت مثلا، ونحاول نشوف البوست جوه جوه يعني جوه طريقة العرض. فهتلاقي اني ماشي اوكي، ادي الفيديو موجود، وادي مقطع الساوند كلاود موجود. انا طبعا ما غرمتش باني رفعت حاجه، يعني مقطع الفيديو ما نزلتوش من على اليوتيوب، رحت رفعته تاني على الميديا لايبراري. نفس الفكره في مقطع الساوند كلاود، نفس الفكره ممكن اعملها في الصور. يعني ما تغلب حالك، الامور كلها بسيطه وسهله وما فيها اي مشكله. انت بس كل الفكره في الميديا، حاول تستخدم فيها الحاجات اللي انت محتاجها فريكوينتلي، زي صور ربما تكون بسيطه، والجوانب ديت يا جماعه، حتى الصور نفسها انت ممكن ترفع صورك على سيرفرات صور وتدرج روابطها جوه وورد بريس. يعني الموضوع بيجي لارج وسهل جدا وبسيط ان شاء الله. يا رب تكون الحلقه بفايده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.